بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الأول. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا عن جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الصيام لا يشترط له الطهارة، فللمسلم أن ينوي الصيام ولو لم يكن على طهارة، حتى ولو كان عليه حدث أكبر. فإذا أدركه الفجر، أدركه طلوع الفجر وهو لم يغتسل من الجنابة، فإنه يصوم، ينوي الصيام ثم يغتسل بعد ذلك ويصلي. وكذلك المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا ثم انقطع دمها عند طلوع الفجر فإنها تنوي الصيام وتتسحر، ثم بعد ذلك تغتسل من الحيض أو من النفاس وتصلي. والصوم صحيح ولو نواه الإنسان وهو على غير طهارة. هذا ما دل عليه هذا الحديث الصحيح من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله من جماع ينفي احتمال أنه كان محتلما، ينفي أن الغسل الذي عليه كان من احتلام، ولذلك قال من جماع، هذا واضح وصريح. وهذا يؤخذ من إشارة الآية الكريمة، يؤخذ من إشارة الآية الكريمة، وهي قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح لنا الصيام، أباح لنا الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر إلى آخر لحظة. ويلزم من هذا أن الإنسان إذا جامع في آخر لحظة عند طلوع الفجر أنه سيصبح جنبا، أنه سيصبح جنبا. فالآية تدل على هذا بما يسمونه دلالة الإشارة مع الحديث الصحيح الذي سمعتم. وبالمناسبة كثير ما يسأل الناس عن الصائم إذا احتلم، عن الصائم إذا احتلم. بعض الناس يظن أنه يبطل صومه وليس كذلك، لا يبطل صومه، لأن الاحتلام بغير اختياره وصومه صحيح، ولكن عليه أن يغتسل من الجنابة فقط. أما لو جامع أو أنزل باختياره هذا محل البطلان. إذا جامع وهو صائم أو استمنى وهو صائم فأنزل، هذا يبطل صيامه بالإجماع، لأنه تعمد الجماع أو الاستمناء فيبطل صيامه. فيه فرق بين الاحتلام وبين الجماع في اليقظة. الجماع في اليقظة يبطل الصيام ويوجب الكفارة كما سبق، وأما الاحتلام فهذا لا يبطل الصيام بإجماع أهل العلم، لأنه ليس باختياره. مثل ما سبق أنه إذا ذرعه القيء، يعني غلبه القيء والاستفراغ، استفرغ وهو صائم صيامه صحيح لأنه بغير اختياره. أما لو استقاء، يعني هو الذي تعمد القيء والاستفراغ، يبطل صيامه. ففرق بين التعمد وبين عدم التعمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عليه صيام يعني صياما واجبا، إذا مات الإنسان وعليه صيام واجب فهو دين في ذمته، فيصوم عنه وليه أي قريبه لإبراء ذمته وينفعه ذلك. سبق أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان فإنه ينبغي له أن يبادر بالقضاء، ينبغي له أن يبادر بالقضاء قبل أن يحل عليه رمضان
آخر إبراء لذمته، لكن لو أنه أخر، لو أنه أخر القضاء ومات بين الرمضانين قبل أن يأتي رمضان الجديد مات، هذا ليس عليه شيء لأنه لم يفرط. أما لو أخره من غير عذر حتى أدركه رمضان الجديد ثم مات، فهذا قد أخطأ ويبقى الصيام في ذمته وهو ميت لأنه فرط، فهذا محل أنه يصوم عنه وليه. فقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، هذا عام يشمل صيام النذر ويشمل صيام الكفارة ويشمل صيام رمضان، يشمل جميع أنواع الصيام الواجب، فإنه إذا صامه وليه عنه أو صامه أحد من المسلمين عنه فإن ذلك يبرئ ذمته. وهذا في النذر والكفارة لا خلاف فيه لأنه تدخله النيابة. أما في صيام الواجب بأصل الشرع مثل قضاء رمضان، هذا محل خلاف بين العلماء على قولين: قول الأول أنه لا تدخله النيابة لأنه عمل بدني لا تدخله النيابة، إذا كان واجبا بأصل الشرع فلا يصام عنه، ولكن يطعم عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته أو إن تبرع له أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله غيرهما من الأئمة، أن الصيام الذي وجب بأصل الشرع مثل صيام رمضان هذا لا تدخله النيابة، فإذا مات عليه صيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين. والقول الثاني أنه يصام عنه ولو كان من رمضان لعموم هذا الحديث، لعموم هذا الحديث. لكن جاء في بعض الروايات عند البخاري: من مات وعليه صوم نذر، من مات وعليه صوم نذر، تكون هذه الرواية مقيدة لما أطلق في قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، تكون مقيدة أن المراد به صوم النذر. وما وجب بسبب من قبل العبد، ما وجب بسبب من قبل العبد كالنذر والكفارة، أما ما وجب بأصل الشرع هذا لا تدخله النيابة على القول الأول. وعلى كل حال فالحديث يدل على أن الصيام عن الميت يبرئ ذمته إن شاء الله، سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة. لكن كما ذكرنا على المسلم إذا كان عليه صيام من رمضان أن يبادر بقضائه قبل أن يتعذر عليه القضاء ما دام أنه في زمن الإمكان فيبادر. وفي الحديث دليل على أن الميت ينتفع بعمل الحي فيما دلت عليه الأدلة، مثل القضاء الصيام عنه، مثل الدعاء له، مثل الصدقة عنه، مثل الحج عنه، العمرة عنه، هذه الأعمال جاءت الأدلة في أنها يصل ثوابها إلى الميت، وأن فعل الحي لها إذا أهدى ثوابها للميت ينفعه، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني الوقف، أو صدقة التبرع، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له فينفعه الدعاء تنفعه الصدقة. وجاء في الحديث عن الذي مات ولم يحج، سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم: أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ أو قريب لي مات. قال: حج، هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وما عدا هذه الأمور التي جاء الدليل بأنها تصل إلى الميت فإنه لا يفعل عن الميت، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآية تدل على أن عمل الحي لا ينفع الميت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن يخصص منها ما جاء في الأحاديث من الدعاء والصدقة
والحج والعمرة والصوم كما في هذا الحديث، هذه تنفع الميت، وما عداها يبقى على العموم على النفي. قال ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، فعلى المسلم أن يجتهد في العمل الصالح ما دام على قيد الحياة، وأن يقدم لنفسه قبل أن يختم عمله، ألا يستطيع الزيادة فيه ولا النقص، ويحال بينه وبين العمل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول إن شروط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، الإخلاص لله حيث لا يكون فيه شرك أكبر أو أصغر ولا ريا ولا سمعة، إنما كان يراد به غير وجه الله لا يقبل. والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث لا يكون فيه بدعة، إن البدعة مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن هذا يقول إنه ينتابني شيء من الرياء، نقول إذا انتابك شيء من الربا من الرياء فتب إلى الله عز وجل، اخلص النية، تذكر أن الرياء يبطل العمل. فإذا رجعت إلى الإخلاص وتركت الرياء فإن الله يقبل عملك. أما إذا استمر معك الرياء فإن عملك يبطل. فإذا خطر لك محبة الثناء أو محبة المدح أو أن يراك الناس، فتذكر أن هذا يفسد عملك، فتتوب إلى الله منه وتتركه، فيرجع عملك إلى الإخلاص. عارض ثم يزول. يسأل يقول إن نصيحة للنساء في أن يتجنبن الفتنة بأن تستر نفسها وأن لا تزاحم الرجال ما استطاعت، وأن تتجنب الطيب عندما تأتي إلى المسجد، تتجنب الطيب، أن تكون مع النساء ولا تزاحم الرجال ما استطاعت، وأن تستر نفسها. هذا واجب على المرأة المسلمة التي تريد الأجر والثواب، أن تلتزم بالآداب الشرعية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. كون المرأة تصلي في بيتها وتسلم من التعرض للفتنة خير لها من أنها تذهب إلى المسجد حفاظا عليها. لكن إذا ذهبت إلى المسجد لا تمنع، ولكن عليها أن تلتزم بالآداب الشرعية. هذا يسأل يقول أنا مسافر، وإذا أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين هل يكفي ويصير بالنسبة لي قصر وأسلم معه؟ نقول لا، إذا دخلت مع الإمام صار حكمك حكم الإمام، ولو لم تدخل إلا قبل السلام. إذا دخلت معه ولو قبل السلام يجب عليك الإتمام، هذا هو السنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم الصلاة. وقال تلك السنة، أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن هل يشرع أو يستحب تقبيل الحجر الأسود دون طواف؟ نقول لا، الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقبله في الطواف، ولم يرد أنه كان يذهب إليه ويقبله بدون طواف. ونحن لا نحدث شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقبيل الحجر أو استلامه تابع للطواف. إذا كان فيه طواف تقبله أو تستلمه أو تشير إليه، وبدون طواف لا. هذا يسأل عن قراءة القرآن بالتجويد. قراءة القرآن بالتجويد مطلوبة،
ليست واجبة، إنما الواجب أن الإنسان لا يلحن في القرآن، أن يقرأه على الوجه الصحيح على مقتضى اللغة العربية التي نزل بها، فلا يرفع المنصوب أو يخفض المرفوع، بل يقرأ قراءة معربة معربة باللسان العربي، هذا هو الواجب. أما التجويد هذا من المحسنات، إذا حصل فهو جيد وطيب، وإذا لم يحصل فليس بلازم. والتجويد من المحسنات للتلاوة، ولكن بدون مبالغة، لأن بعض الناس يبالغ في المدود ويبالغ في الغنة ويبالغ، حتى إنه قد بعضهم قد يخرج القراءة إلى الألحان، يخرجها إلى الألحان والغنى، هذا لا يجوز. وجاء في الحديث إن أقوام في آخر الزمان يتخذون القرآن للغنى، وخير الأمور الوسط، لا يترك التجويد ولا يبالغ، وإنما يتوسط، هذا هو المطلوب. والواجب أن لا يلحن في القرآن، لا يرفع المنصوب وينصب المرفوع، هذا هو الواجب الذي لا بد منه. نعم، هذا ما وضح الكتابة. اللي إجابة على سؤاله يكتب كتابة واضحة، هذا يسأل إنه ما أدى الحج ويريد الحج، ولكن ما معه، يقول يظهر من سؤاله إنه ما معه نفقة تمكنه، أنا أقول انتظر، إذا ما معك نفقة للحج انتظر إلى أن يكون عندك نفقة، أما إذا كان ما عندك نفقة للحج إن الحج لا يجب عليك، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت غير مستطيع، فإذا توفر عندك مال يكفي للحج وجب عليك الحج، إذا ما لم يتوفر فلا يجب، ولا يلزمك أنك تقترض أو تستدين من أجل الحج، لا لا تستدين ولا تقترض، إذا حصل لك مال يمكنك من الحج بدون استدانة وبدون قرض حج، وإلا الحمد لله ما أوجب الله عليك الحج وأنت لا تستطيع. هذا يسأل يقول رجل محرم وسلم على شخص في يده طيب، ما يضر هذا لأنه ما تعمد الطيب هو، وكونه سلم على رجل بيده طيب هذا ما يضر لأنه لم يقصده، وإذا علق بيده الطيب يغسله ولا يضر بإحرامه. هذا يسأل عن التلحين في الأذان، تلحين الخفيف لا بأس، تحسين الصوت بالأذان مطلوب، أما التلحين الذي يخرج الأذان إلى صفة الغنى هذا لا يجوز. نعم، هذا يقول امرأة نذرت إذا شفي ابنها من مرض أن تصوم شهرين من كل سنة، وقد شفي ابنها وقد صامت ما يقارب 4 سنوات، في السنوات الأخيرة ألم بها مرض وهو صداع نصفي، وهذا المرض يتعبها في الصيام، حيث أنها إذا صامت وامتنعت عن الأكل يأتيها الصداع، كما هو معلوم أن الإنسان إذا نذر الطاعة يلزمه فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إذا لم يستطع الوفاء بالنذر، إذا عجز عن الوفاء بالنذر فهو معذور، هو معذور، وما دام أنه يستطيع الوفاء بالنذر فإنه يجب عليه، لقوله سبحانه يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، فما دام يستطيع يجب عليه الوفاء بالنذر، وإذا عجز هو معذور. سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر يرتد عن دين الإسلام، من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرتد عن دين الإسلام، ويجب على ولي الأمر أن يقتله، يجب على ولي الأمر أن يقتله، لأنه فعل أشنع الجرائم وهي سب الرب سبحانه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول أنه مبتلى بأخ له لا يصلي، وأنه نصحه كم مرات عديدة ولم يمتثل، نقول الهداية بيد الله، أنت عليك النصيحة والاستمرار في النصيحة
وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أديت النصيحة معه فأنت أديت الذي عليك، وأما إذا لم تنصحه وسكت عنه هذا لا يجوز. نعم، هذا كذلك يقول إن شخصا يتابع القنوات الفاسدة ولا يصلي مع الجماعة، وإني نصحته، نقول جزاك الله خيرا، ما دمت نصحته فأنت أديت الذي عليك، ويبقى الإثم عليه هو، أنت أبرأت ذمتك بالنصيحة ويبقى الإثم عليه هو. نعم، هذا يسأل عن النظر إلى الكعبة هل هو عبادة؟ ما صح في ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن مجرد النظر إلى الكعبة يكون عبادة، ولا أمرنا بالنظر إلى الكعبة، ما أمرنا بهذا، أمرنا بالطواف بالكعبة والصلاة، استقبال الكعبة في الصلاة، هذا الذي وأمرنا باستلام الركنين اليماني والحجر الأسود، هذا الذي أمرنا به، أما النظر إليها مجرد النظر هذا ما أعرف فيه دليل. نعم، هذا يسأل يقول إن صمنا قبل المملكة في بلادنا والآن نحن في المملكة، نقول إذا أتى العيد وأنتم في المملكة فأنتم تبع المملكة، وإذا ذهبتم إلى بلادكم فأنتم تبع بلادكم، تصومون مع المسلمين إذا صاموا هنا أو هناك، وتفطرون مع المسلمين إذا أفطروا. نعم، هذا يسأل عن الإقامة في بلاد الكفار، بإقامة المسلم في بلاد الكفار، لا تجوز الإقامة المستمرة في بلاد الكفار إلا للعاجز عن الهجرة، أما الذي يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، أما إذا كان ما يستطيع فإنه معذور، ولكن يتمسك بدينه، تمسك بدينه. وكذلك الإقامة المؤقتة لحاجة ثم يعود، مثل الإقامة للدراسة أو للتجارة أو للعلاج، لا بأس إنه يقيم للحاجة مع التمسك بدينه. نعم، أنا يسأل عن الأناشيد الإسلامية، أنا ما أعرف إنه جاء في الإسلام أناشيد، إنما هذا الشيء يستعمله الناس وهو نوع من الغناء ويصير جماعي ومنغم، وله بإسلامي، الإسلام ما فيها أناشيد، الأناشيد عند الصوفية، أما أهل السنة ما عندهم أناشيد. أما كونه يباح أن الإنسان يستمع إلى القصائد المفيدة التي فيها آداب شرعية أو فيها حكم أو فيها لغة، يستمع إلى القصائد التي تنشد إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى الشعراء، لكن ما هو بأناشيد، هذا إنشاد الشعر من شخص واحد، ما هم من جماعة. ففي فرق بين الإنشاد، إنشاد الشعر، وبين الأناشيد، هذه ما عرفت أبدا عند المسلمين إلا في الوقت الحاضر. نعم، هذا يسأل يقول إني أخذت من ابن عمي نقود للحج، ولما رجعت دفعتها إليه وأبى أن يقبلها. الحمد لله، جزاه الله خير، إذا لم يقبلها فيه لك، الحمد لله، ويريد مساعدتك فالحمد لله، وهذا شيء طيب وليس عليك فيه شيء. نعم، هذا يسأل يقول إن الشرك هو أعظم الذنوب، ولكن القول على الله بغير علم جاء بعد الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نقول نعم، القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك نوع من القول على الله بغير علم، الذي يشرك بالله ليس عنده علم، فالشرك نوع من القول على الله بغير علم. القول على الله بغير علم يشمل الشرك ويشمل غيره، فهو أعم. نعم، هذا يسأل عن سؤالين، الأول أنه اعتمر لنفسه، فهل له أن يعتمر عن والدته؟ نقول نعم، لا بأس، ما دمت اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر عن والدتك. السؤال الثاني يقول أنه هو والدته في سيارة، حصل حادث بينهم بين سيارة أخرى، توفيت والدته والخطأ على الجانب الثاني، فهل هو عليه شيء؟ نقول لا، أنت ما أخطأت، على المدان في الحادث، الذي أدين في الحادث هو الذي عليه الدية والكفارة، وأما أنت
إنك لم تفرط إلا إن كان عليك شيء من الإدانة، ولو 1% من الإدانة يكون عليك الكفارة. أما إذا لم يكن عليك شيء، 100% ما عليك شيء، وإنما الإدانة كلها على الطرف الثاني، فالثاني هو الذي يتحمل. نعم. هل يقول أنه طاف وفي أثناء الطواف يدخل مع الحجر، يخترق الحجر؟ يقول طوافك غير صحيح، لأنك لم تطف بالبيت، الحجر من البيت، أغلب الحجر من البيت، وهم حوط علشان الناس ما يدخلون فيه بالطواف، حوط، فأنت لم تطف بالبيت وإنما طفت ببعض البيت، فعليك أن تعيد الطواف إذا كان طواف عمرة، عليك أن تعيد الطواف والسعي والتقصير من جديد، تعيد ملابس الإحرام عليك لأنك ما زلت محرما، وتطوف من جديد وتسعى وتقصر من جديد. نعم. هذا يقول إنه إمام في بعض البلاد العربية، وأنه طلب منه أنه بعد أنه طلبت منه الوزارة، وزارة الأوقاف، أن يقوم عقب صلاة القيام بذكر، عقب صلاة القيام بذكر. هذا لم يرد أنه بعد صلاة القيام يكون فيه ذكر، فهذا لا يفعل هذا الذكر لأنه غير وارد. نعم. هذا يقول إني وجدت في كتاب الروح لابن القيم إن الأموات يعلمون بأحوال الأحياء أو بأعمال الأحياء. نقول هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أحوال البرزخ وأحوال القبر من أمور الغيب، ما نقول فيها إلا بدليل من الكتاب والسنة. فإذا جاء دليل إن الأموات يعلمون بأحوال أو بأعمال الأحياء فنقول هذا ثابت، أما إذا لم يرد دليل فنحن لا نقول إلا ما دل عليه الدليل، سواء قال ابن القيم أو غيره، لا بد من دليل. نعم. هذا يسأل يقول أنهم في بلادنا ناس يصلون القيام، قيام الليل، لكنهم لا يجيدون القراءة، قراءة القرآن. نقول إن كان عندهم من يجيد القراءة فيقدمونه، قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما إذا لم يوجد عندهم من يجيد القراءة فإنهم يصلون على حسب حالهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقدمون أحسنهم قراءة ولو كان عند بعض النقص، يقدمون أحسنهم، الأحسن فالأحسن. نعم. هذا يسأل عن نفس السؤال السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما المراد بأقرأهم لكتاب الله؟ المراد أجودهم قراءة، أجودهم قراءة، فيا أمهم أجودهم قراءة للقرآن. نعم. هذا يسأل عن غسل الجمعة، غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة مستحب وليس واجبا مثل غسل الجنابة، إنما هو مستحب لأجل التهيؤ للصلاة والاجتماع، ويكون المسلم نظيفا طيب الرائحة، ما يأتي إلى الجمعة وهو عليه أوساخ أو روائح كريهة، وإنما يأتي بهيئة طيبة، نظيف الجسم، متطيبا بما يجد من الطيب، لأن هذا اجتماع عظيم، اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة، ويلبس أحسن ثيابه يتهيأ لها. نعم. هذا يسأل هل يجوز للمريض طلب الرقية؟ نعم يجوز، يجوز له طلب الرقية، لكن عدم الطلب أحسن، أن يرقي نفسه هو ويقرأ على نفسه هو أحسن، وإذا طلب فهذا جائز له، فليس فيه تحريم، وإنما فيه الأفضلية، أن الإنسان يستغني عن الناس، هذا هو الأفضل، وأن يرقي نفسه هو بالقرآن ويدعو الله هو لنفسه، هذا أقرب للإجابة. وإذا طلب من أحد أنه يدعو له أو يرقيه هذا جائز. نعم. هذا يسأل هل ينوي بالصيام لنفسه ولوالده الميت؟ لا، الصيام ما يكون إلا عن واحد، إما عنك وإما عن الميت، أما أنك تنوي الصيام لك وللميت لا،
نعم. هذا يسأل يقول أن أكل اللحم يجب علينا التحري، هل هو لحم إبل أم لا، علما بأن لحم الإبل يوجد بكثرة. إذا علمت أن الذي أكلته من لحم الإبل، علمت أنه من لحم الإبل، عليك أنك تتوضأ لأنه ينقض الوضوء. أما إذا لم تعلم فالأصل بقاء الوضوء. ويسأل وضع المال في المصرف، في المصرف الذي تحرى فيه معاملات ربوية، هذا ما يجوز، ما يجوز الاستثمار في بنوك الربا، ما يجوز الاستثمار في بنوك الربا. أما وضع المال للحفظ فقط بدون استثمار فلا بأس به للضرورة. وغسل الجمعة هل يرفع الحدث الأصغر؟ نقول هذا مع النية، إذا نويت دخول الوضوء مع غسل الجمعة فإنه يحصل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هذا يسأل عن مرور النساء أمام المصلين في المسجد الحرام، هذا للضرورة لا بأس، للضرورة ولا تضر إن شاء الله، لأنه ما هو بإمكانك تمنع الناس من المرور، الناس كثيرين ولا بإمكانك أنك تمنعهم للزحمة ولكثرة الناس ولجهل أكثر الناس بهذا الأمر. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يمكن تصلي في مكان من الحرم إلا ويمر أمامك ناس، فلو بطلت صلاتك ما صحت الصلاة في المسجد الحرام، يعني ما هو بإمكانك تمنع الناس. فالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يؤثر على الصلاة إن شاء الله. ما أدري وش السؤال هذا، ما هو واضح، وإذا ما هو واضح اللي ما هو واضح لا تعطينا إياه. لا يجوز للإنسان أنه يقترض قرضا ربويا، ما يجوز هذا، لا من شخص ولا من بنك ولا من مؤسسة، قروض الربوية حرام. هذا شخص يقول دائن، شخص دائن مال آخرين وحان وقت إخراج، يعني إن كان قصده أنه له ديون على الناس، له ديون على الناس وتم عليها سنة، يزكيها لأنها ماله، فالمسلم يزكي المال الذي حال عليه الحول سواء كان في يده أو كان في ذمم الناس، إلا إذا كان في ذمم ناس ما يدري يرجع عليه ولا ما يرجع، لأنهم مماطلين أو مفلسون ما يدري، فهذا لا، ما يجب عليه، لأنه مثل المال الضايع ما يدري يرجع أو لا. فإذا قبضه يبدأ الحول، فإذا تم عليه حول بعد القبض يزكيه. أما إذا كان الدين على أملياء وناس إذا طلبه منهم يعطونه إياه، هذا يجب أنه يزكيه مثل المال الذي بيده تماما إذا حال عليه الحول. هذا يقول شخص أخذ من شخص مبلغ قدره $300 ثم باعها وكسب فيها، فكم يرد لصاحبها؟ إن كان أخذها من باب المضاربة فهذا على حسب الشرط بينهما، يرد رأس المال ويرد نصيبه من الربح. أما إن كان أخذها من باب القرض، أخذها من باب القرض، فإنه يرد قدر المبلغ الذي أخذه فقط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.